تتوقع اداء صلاح قدام ساديو ماني الماتش الجاي يكون عامل ازاي؟ لا باذن الله ان شاء الله هيبقى في ثقه ان التشجيع اللي جاله باذن الله من المنتخبات العربيه يبقى في ثقه باذن الله اكتر من كده. وساديو ماني لما طلع قال باذن الله ما كناش متوقع ان احنا نقابله في النهائي ونقابله في تصفيات كاس العالم كده نقابله مرتين يعتبر بروفه هتدي ثقه ان شاء الله ان حتى ان احنا حتى باذن الله لو ما اديناش باذن الله ناخد البطوله ونادي باداء كويس. لو ما اديناش باداء كويس في ان شاء الله ماتش ثاني هيقابلنا ان شاء الله في تصفيات كاس العالم وباذن الله نكسب الماتشين ان شاء الله. طيب رسالتك ايه لصلاح الماتش الجاي؟ رسالتي يدي اللعيبه الثقه. هو بقاله 10 سنين في المنتخب في لعيبه لسه بقالها اول مره تشارك في بطولات افريقيه يدي اللعيبه ثقه وهو كمان ياخد ثقه ودعم نفسي اهم حاجه الدعم النفسي في المباريات النهائيه ونحاول على قد الهدوء في اللعب يدي اللعيبه ثقه ان احنا نمسك كوره واحده واحده ان شاء الله نلعب على الهجمات المرتده وان شاء الله نهاجم نخليهم هم يدافعوا هيدي الثقه الاول بدانا المباراه بثقه ان شاء الله الماتش هيبقى ان شاء الله بكل توفيق بكل تشجيع ان شاء الله منتخب يحمل كاس الامم الافريقيه وتبقى النجمه الثانيه في تاريخ الكره المصريه باذن ربنا. طيب توقعك ايه لاداء صلاح قدام ساديو ماني وهما الاثنين يعني لعيبه كويسه؟ كفه الصلاح ترجح لانه عنده خبره كفايه باحتكاك قوي مع اللعيبه المحترفين في الدوري الانجليزي. طيب رسالتك ايه لصلاح الماتش الجاي؟ ركز جامد كل الجماهير بتحط املها فيك انت يا صلاح عشان انت القائد الجميل الطيب الحلو وانت القائد الروحي اللعيبه اللي بتحبك. ماتش الجاي بس لو لعب بتشكيل كويس يعني نزل حد مكان عمر كمال ان شاء الله نكسب على توقع 2-1. صلاح وساديو ماني هيقابلوا بعض تفتكر المواجهه تكون عامله ازاي؟ اكيد صعبه والاثنين لعيبه كبيره بس اتمناها طبعا لصلاح. رسالتك ايه لصلاح؟ ما يخافش على رجله ويلعب برجوله شويه لان الماتش اللي فات بعد الانفراد اللي ضيعه مستواه قل شويه ولكن اكيد قائد في الملعب ولعيب كبير نتمنى ان شاء الله يحقق الفوز للمنتخب. توقعك ايه للنتيجه؟ 2-1. ان شاء الله المنتخب هيأدي اداء كويس جدا لان هو بصراحه اثبت جداره كبيره واداؤه كان فوق الرائع المره اللي في المباراه اللي فاتت واتوقع اداء احسن المره في النهائي ان شاء الله. طيب توقعك ايه يعني رسالتك ايه لصلاح الماتش الجاي؟ صلاح لاعب كبير ربنا يوفقه ان شاء الله ويحقق ان شاء الله نتيجه كويسه باذن الله. تتوقع نتيجه المباراه تكون كام؟ 2-0 ان شاء الله.